ذلك وطني يا محمد. احنا عندنا تسمى في مستغانم بالدار نتاع التبوشير، هذه عاده قديمه عندها قرون في مستغانم. اهل مستغانم كانوا من بكري يجتمعوا، هي في الحقيقه تندر بعد صلاه الفجر، كانوا الناس يصلوا الفجر ويخرجوا يبشروا في الاحياء، الاحياء العتيقه تاع مستغانم، الصلاه على النبي، باش كذلك يشهروا بهذه الصلاه على النبي، باش يكون لنا ربط يعني بالتربيه المحمديه. بالذكر والسامع والمدائح، والغدوة كان مثل كنهار اليوم نديرو الدارة. الدارة هنايا ندورو باش نديرو البشير النذير ونسمعو، ويكونوا الأطفال ويكونوا النساء يكونوا رجال، ونتمناو دائما نقعدو حتى الأخير. هذه العادة تاع الوالدين وتاع الجدود وتاع الرحمة وتاع الاتصال. Je suis ravi d'assister à cette procession pour la première fois dans la ville de Mostaganem. Moi, je suis résident en France et j'arrive pendant le Moulid Nabawi. C'est des chants qu'on écoutait dans notre enfance et ça nous remémore plein de souvenirs. ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين.